وفيما يبدو أن مسلسل الخروقات الأمنية والاغتيالات عاد ثانية للواجهة في محافظة ديالى بعد تحذيرات أطلقتها شخصيات برلمانية وحكومية من هجرة جماعية للكفاءات إلى خارج المحافظة، إلا أن السلطات العليا في ديالى أكدت سيطرتها التامة على الأوضاع. الزميل عباس محمد تابع الموضوع وأعد هذا التقرير. بعد العديد من التحذيرات التي أطلقتها شخصيات نيابية وأخرى حكومية من عودة مسلسل الاغتيالات لمحافظة ديالى، أثارت حادثة اغتيال طبيب شهير فيها ردود أفعال شعبية ورسمية بين غاضبة وحائرة حيال ملابسات وتفاصيل الحادث، خصوصا إنها الأولى منذ 5 سنوات ونفذت عبر جهة تخشاها الأجهزة الأمنية. الخروقات موجودة بالحقيقة، هي ما انتهت في ديالى أبدا، ممكن كل فترة يعني توقف تتوقف شوية وبعدين ترجع، فعليا ما انتهت الخروقات أبدا. الوضع الأمني في ديالى هش جدا وصعب جدا، ويعني أي مواطن ممكن أنه يتعرض لمشكلة في أي وقت وفي أي مكان، هذه الحقيقة. أكو أمان، لكن يبدو أنه هذا الأمان مشروط بالظروف، يعني ليس أمانا كاملا. أكو جهات مسلحة عندها القدرة على إجراء الخروقات والأعمال الإرهابية في أي وقت، لا يوجد أمان مطلق في محافظة ديالى للأسف. وندعو كل القيادات الأمنية وكل القيادات السياسية في البلد أن تأخذ دورها الحقيقي، على رأسهم دولة السيد رئيس الوزراء. دولة السيد رئيس الوزراء يجب أن يكون جاد أكثر في معالجة المشاكل، رغم أنه إحنا سمعنا أنه الرجل يعني أخذ على عاتقه كل الإجراءات التحقيقية، ولكن هذا غير كافي. نطالب دولة رئيس الوزراء، نحن كمواطنين في ديالى نطالب دولة رئيس الوزراء بالحضور الشخصي إلى محافظة ديالى وعقد جلسة لمجلس الوزراء داخل محافظة ديالى، على أمل يعني إيجاد أو الوقوف على الحقائق. ليش يعني ما سبب هذه الخروقات؟ منو اللي يسوي هاي؟ بصراحة نتناول موضوع اليوم الخروقات الأمنية التي حصلت في محافظة ديالى، لا زالت تحصل وتحصل في المستقبل البعيد والقريب. لذلك نستغرب من التحقيقات التي أجرت بحق هذه الجرائم، أمانة أنه تسجل ضد مجهول. لذلك نطمح أنه من القائد العام للقوات المسلحة أن يعزو لهذه الأجهزة الأمنية بشكل جاد، وضع حد لهذه المهزلة التي تحصل في محافظة ديالى حصرا. آخرون تساءلوا عن دور الجهات المعنية حيال ما يتعرض له الأطباء في محافظة ديالى، ما يؤشر عز الحكومة المحلية، محذرين من هجرة جماعية لخارج المحافظة في حال استمرار عملية الاعتداءات. وين وزير الصحة؟ وين وزير الداخلية؟ وين رئيس الوزراء؟ نعم موجودة، عندنا أطباء حاليا مهددين، يقول له لو فلوس لو قتل. وطبيب الله لأنه أقارب اللي هدد بجهة قضائية ماخذ يعني بحيل صدر، يقول له أنا قومك أنا أفصلك، يعني ماكو قانون أخوي. إذا ماكو قانون إحنا بينه، هاي طلعتنا هسه إحنا رحنا المجلس العزاء كل أطباء ديالى، إذا هاي المطالب ما تحققت هاي الطلعة مالتنا تصير إلى خارج المحافظة وخلي يجون هم يعالجون. ما نريد، عمي نعتبر نفسنا مواطنين عاديين، إذا على العيشة هم موجودة، ما حد يموت من الجوع. حقيقة كل الحزن والأسى على هذه الحادثة المؤلمة التي أصابت القطاع الصحي في محافظة ديالى وأثرت على الوضع الأمني لمدينة بعقوبة. حقيقة نستنكر استنكار كبير لهذه الجريمة، وعملنا من أول لحظة وقوع الحادث على تحفيز الأجهزة الأمنية بشكل قوي على كشف ملابسات الحادث، وإن شاء الله هنالك تقدم في عملية كشف ملابسات هذا الحادث الإجرامي اللئيم. احنا نعتقد ما تتعرض للمحافظة خلال هاي الحادثتين الأخيرة ما هو إلا لخلط الأوراق وربما وجود أغراض سياسية، لكنه بالتأكيد اليوم احنا عازمين على كشف المجريات أو ما آلت إليه هذه الحادثة التي أصابت الأخ الشهيد الدكتور أحمد طلال. بالتالي اليوم وجودنا مع أخوتنا وزملائنا الأطباء في دائرة صحة محافظة ديالى ووجود القادة الأمنيين ما هي إلا رسالة اطمئنان لإخوتنا في ممارسة عملهم في مدينة بعقوبة. الكل يعرف أن مدينة بعقوبة خلال 5 سنوات الماضية لم تشهد حالة اغتيال، ما شهدتها يوم أمس هو حقيقة
منعطف، وهذا المنعطف احنا مسؤولين على تصحيح الإجراءات، وعملنا على وضع خطة محكمة لمدينة بعقوبة إن شاء الله لتفادي وقوع هكذا حادثة. وأغلقت عدد من الصيدليات احتجاجا على حادث اغتيال الطبيب أحمد المدفعي في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. وذكرت نقابة الصيادلة في محافظة ديالى إنه احتجاجا على حادث الاغتيال الغادر الذي طال الدكتور أحمد طلال المدفعي، تقرر تعليق العمل في الصيدليات في المحافظة وإلى إشعار آخر. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.